عاوز تتعلم الإظهار المعماري بالماركرز والألوان المائية حتى لو ما بتعرفش تظهر؟ الإظهار المعماري واحدة من أهم المهارات لأي مصمم أو معماري، وسهل اكتسابها عن طريق تعلم التكنيكس ومجموعة تمارين أساسية. من خلالها هتقدر توصل من الزيرو لحد ما تقدر إن أنت تطلع لوح مشاريع كاملة بأدق التفاصيل. الكورس هيبدأ بالأساسيات وكل اللي محتاجين تعرفوه عن الأدوات، أفضل الألوان، الفرش، الورق، الماركرز بأنواعها، وكل الأدوات اللي هتساعدك تطور مهاراتك في الإظهار المعماري. وهنساعدك خطوة بخطوة علشان تتحول من مبتدئ إلى متخصص في الإظهار. بعد الأساسيات هنكون معاك خطوة بخطوة تتعلم أكتر من 15 ملمس للتصميم، زي الخشب والمياه والطوب والرخام وغيرها من الملامس. وبمجرد الانتهاء منها هنبدأ مباشرة في مشاريع بسيطة من تكوين أو أكتر، سواء كان داخلي أو خارجي. وصولا في نهاية الكورس هتكون قادر ان انت تطلع لوحة كاملة بالتفاصيل والملامس، وده هيكون المشروع النهائي في نهاية الدورة. مش بس كده، هيكون معاك النسخة المسجلة من الكورس على موقعنا الإلكتروني، تقدر ان انت ترجع لها في أي وقت، بالتحديد لما ترجع البيت وتبدأ تطبق هتكون خلال مرجع بالنسبة لك. خلال الكورس هتقدر تطبق على مجموعة واسعة من المشاريع، ما يقارب 40 مشروع، وهيكونوا بيشملوا البلانات، السكاشن، المناظير الخارجية، والأساس والملامس. فيوتشر ديزاين دربت أكتر من 10,000 طالب، وهي أكبر منصة متخصصة لطلاب الفنون والهندسة، بوجود أكتر من 30,000 مشروع على جروب التدريب الخاص بها. بنتعامل مع كل الخامات الأصلية اللي بتيجي من فرع الإمارات، غير إنتاج خامات متخصصة للإظهار بنكون شغالين عليها مع الطلبة أو المتدربين بتوعنا. مكتب تصميم فيوتشر ديزاين مش أكاديمية للكورسات، عشان كده بنكون متاحين في فترة نص السنة، وبنستقبل عدد محدد جدا من الطلبة عشان نقدر نوصل بيهم للمستوى المناسب للشغل.